السلام عليكم، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله هذا الفلوق الثالث خلال هذا الاسبوع، وهسه من هذه تعرفون وين رايح، للعظميه نحضر مراسيم مولد النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وابغوا وياي اذا ما لقيتكم هناك قدامي. وهذا شر اقوله ناسي، عندنا اتذكر اقول لكم، واذا ما تذكرت عاد انتم سامحوني، يعني هي مره مرتين ثلاث مرارير اربع مرارير عادي، مو مشكله. شكرا. كنت ارد اقول لكم رايحين على عمر، ناخذ عمر ونروح للاعظميه، لان عمر تو اجى من الشغل وتعبان وهلكان وقال ما اقدر اجي امشي بكم، راح روحاني اخذه ونروح على اساس انا سنه راكبه لكسس وجا اضرب قدم. اضرب قدم يعني اذا امشي، اللي ما يعرف هذا المصطلح اخي، يعني دائما اني متواضع، يعني ما امشي لا ويا لا حمايات لا شيء، شو حدي ما خايف، خليها على الله، الله غفور الرحيم. ما احب الحمايات وياي او البوديغارديه، رجل متواضع على قد حالي. اكو شغله بهذا مربعنا بالعامريه اللي هو صاير يوم شارع السايدين اكثر، يعني الاوقات من تريد تطلع تدور تاكسي ما تلقى تاكسي، ولمن ما ادري التاكسي اصعد عمي ما اروح ارد امشي، اليوم اريد التاكسي ماكو تاكسي، خلاص لو مقبطن لو ماكو. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. ما شاء الله، اليوم نطلع من الازدحام ونطب الازدحام، وعمر جاي راسه لشغله مو يمه. عمر شو وقت نوصل؟ خبرنا على نايف قلت له البركة الضيوة، احنا نهزه بساعة اللغة. بس يلا ويا عموري، وصلنا ساحة عدن، راح نركب ونروح للكابل ونركب ونطلع على العربية مباشرة، لكن أكيد مزدحمة حيل، فمن أبد الله ما في زحمة. نطلب من الله حسن الخاتمة. وصلنا للكابل وراح نوصل بعد باصاتنا ونمر للعربية. دغدغة مو طويلة. البركات مية مو؟ البركات مية النافورة، ما أدري شو يسمونها، نافورة النافورة. وهسه راح نعبر الجسر ونعبر للعظمية. هاي الحمد لله هسه نوصل للعظمية. جامع ابو حنيفه ورا خبر صاحبتي انتظرها. الحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد،
غمضت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك الى كروه قليله وخلنا كروه زعما تاع كروه لنا ببلاش الى اللقاء.